محتار وبتفكر؟ الأسعار والمتطلبات والضمان وقطع الغيار والصيانة كمان؟ معاك حق. طيب إيش رأيك في عنوان واحد؟ موتور سوق، الأحدث والأكبر والأشهر. موتور سوق، سيارتك واحتياجاتك. كان من الضروري أن تحصل جيب شيروكي على تغييرات جذرية في الواجهة الأمامية التي لم تكن بالمستوى المطلوب لعشاق جيب وخبراء السيارات. وبالفعل قامت شركة جيب بنشر أول الصور الرسمية لشيروكي 2019 بتحديثات منتصف العمر، على أن يتم تدشين السيارة على أرض الواقع والكشف عن مواصفاتها خلال فعاليات معرض ديترويت خلال شهر يناير. وتوضح الصور المرفقة حصول شيروكي على مصابيح أمامية جديدة كليا تذكرنا بطراز جراند شيروكي، بينما تم إجراء تحديثات بسيطة على المصابيح الخلفية والصدام الخلفي. وستتوفر شيروكي بخيارين مختلفين لتصميم المقدمة، حيث أن النسخة الفضية التي تأتي بواجهة تقليدية ستكون هي الموديل الأساسي، بينما ستكون السيارة الحمراء هي موديل تريل هوك الأكثر قدرة بين موديلات شيروكي. واستنتجنا ذلك من الصدام الأمامي المزود بخطافين للجر ومصابيح ضبابية مرتفعة، كما وتبدو تريل هوك أكثر ارتفاعاً عن الأرض من الموديل الأساسي لإعطائها قدرات أكبر على الطرقات الوعرة. ومع هذه التحديثات أصبحت شيروكي أخيراً تنتمي لعائلة جيب، نظراً لأن عناصرها التصميمية تتشابه نوعاً ما مع طرازات كومباس وغراند شيروكي. ولم تفصح الشركة الأمريكية عن مواصفات شيروكي 2019، لكنها قالت أن الـ SUV الجديدة ستتوفر بخيارات أكثر على صعيد فعالية استهلاك الوقود، مما يعني أنه سيتم تقديم محرك جديد كلياً. كما نرجح أن تحصل السيارة كذلك على محرك توربو رباعي الاسطوانات سعة لترين الموجود في جيب رانجلر 2018. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من عالم السيارات.